أهلا بكم، لقد قمت برسم اقتران اعتباطي هنا، وكل ما سأفعله هو محاولة تقريب هذا الاقتران الاعتباطي. نحن لا نعلم ما هو باستخدام كثير الحدود، سوف نستمر بإضافة حدود إلى كثير الحدود، لكن لنفعل هذا سوف نفترض أننا نستطيع تقدير الاقتران عند الصفر، وهذا يعطينا بعض القيم، وبهذا يمكننا الاستمرار بأخذ المشتقة للاقتران وتقدير أول وثاني وثالث مشتقة وهكذا. لذا نحن نفرض أننا نعرف إف الصفر، ونفرض أننا نعلم إف فتحة للصفر، ونعلم المشتقة الثانية للصفر، ونحن نفرض هذا. نحن نعلم أيضا المشتقة الثالثة للصفر، سوف أكتب المشتقة الثالثة بشكل إف فتحة 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 للصفر وهكذا. لذا دعوني أفكر أنه باستطاعتنا تقريب هذه باستخدام كثيرات الحدود بزيادة الطول، لذا يمكننا أخذ كثير حدود من حد واحد فقط، وسوف يكون فقط حد ثابت. لذا هذا سيكون كثير حدود من الدرجة الصفر، وإذا كان لدينا حد ثابت نريد على الأقل ربما جعل كثير الحدود هذا. إنه فعليا اقتران ثابت يساوي الاقتران عند إف الصفر. إذن من البداية نحن فقط نريد بي الصفر، حيث بي هي كثير حدود نريد أن ننشئه. نريد بي الصفر أن تساوي إف الصفر. إذا أردنا القيام بهذا يمكننا فقط أن نضبط بي الإكس لتساوي إف الصفر. بي الإكس لتساوي إف الصفر. إذا أردنا تمثيله بيانيا سوف يبدو كهذا، سيكون عبارة عن خط أفقي عند إف الصفر، ويمكنكم القول أن هذا تقريب مرعب لأنه فقط يقرب الاقتران عند هذه النقطة. يبدو أننا حصلنا على مجموعة من النقاط الأخرى لكنها سيئة حقا في أي مكان آخر، وأنا أحاول أن أخبركم أن تفعلوا أي شيء أفضل باستخدام الخط الأفقي. على الأقل حصلنا عليه عند إف الصفر، وهذا فقط ما يمكننا فعله مع الثابت. هذا لا يبدو كالثابت. نحن نفرض من الاقتران المعطى يمكننا تقديره عند الصفر، وهذا فقط يعطينا عدد. إذن ما هو العدد الذي يمكننا وضعه هنا؟ وسوف نقول أن بي x تساوي هذا العدد، إنه فقط سيكون خط أفقي هنا عند إف الصفر، لكن هذا واضح أنه ليس عظيما، لذا دعوني أضيف بعض الثوابت الأخرى. وراء حقيقة أننا نريد بي الصفر أن تساوي إف الصفر، لنقل أيضا أننا نريد بي فتحة للصفر أن تساوي إف فتحة للصفر. دعوني أقوم بهذا بلون جديد. إذا نحن نريد أيضا باللون الجديد، نريد أيضا هذا ليس لون جديد، نريد أيضا مشتقة بي. نريد المشتقة الأولى لكثير الحدود لدينا وتقديره عند الصفر، نفس الشيء مثل المشتقة للاقتران عندما قدرناه عند الصفر، ولا نريد أن نخسر هذا هنا. إذن ماذا لو ضبطنا بي الإكس على أنها تساوي إف الإكس؟ إذن نحن نأخذ بي الإكس تساوي إف الصفر، ونقوم بإضافة حد آخر، لذا المشتقة زائد إف فتحة للصفر ضرب إكس. لذا دعونا نفكر بهذا قليلا. إذا استخدمنا هذا على أنه كثير حدود جديد، ماذا يحدث؟
ما هي بي الصفر؟ إنها سوف تساوي، سيكون لدينا إف الصفر زائد أيا كانت هذه الإف فتحة للصفر ضرب صفر. إذا وضعنا صفر هنا، إذا وضعنا صفر هنا بدلا من إكس سيكون صفر، لذا سيتبقى لدينا بي الصفر تساوي إف الصفر. هذا مريح. الآن ما هي المشتقة هنا؟ إذن المشتقة هي بي فتحة لي إكس تساوي، نأخذ المشتقة لهذا، وهذا فقط عبارة عن ثابت، لذا مشتقته صفر، ومشتقة عامل ضرب إكس سوف تكون هذا العامل، لذا سوف تكون إف فتحة للصفر. إذن إذا قمنا بتقديره عند الصفر، بي فتحة للصفر أو المشتقة لكثير الحدود عند الصفر. أنا أعلم أن هذا غريب قليلا، لأننا لا نستخدم، كما تعلمون نحن نقوم بإف فتحة لي إكس بي فتحة لي إكس، لكن تذكروا ما هو المتغير وما هو الثابت، وأتمنى أن يكون هذا مفيدا. إذن هذا واضح أنه سيكون إف فتحة للصفر، إن مشتقته قيمة ثابتة، هذه قيمة ثابتة هنا. نحن نفرض أنه باستطاعتنا أخذ المشتقة للاقتران لدينا وتقدير هذا الشيء عند الصفر لإعطاء قيمة ثابتة، لذا إذن بي فتحة لي إكس تساوي هذه القيمة الثابتة. بوضوح بي فتحة لي إكس تم تقديرها عند الصفر سوف تكون أول قيمة، لكن ما هو الشيء المريح بالنسبة لهذا هنا؟ كثير الحدود هذا الذي لديه حد من الدرجة صفر وحد من الدرجة الأولى، إنه الآن كثير الحدود هذا يساوي الاقتران لدينا عندما x تساوي صفر، وإنه أيضا لديه نفس المشتقة الأولى، وأيضا لديه نفس الميل عندما x تساوي صفر. إذن هذا الشيء سيبدو كثير الحدود هذا الجديد بحدين سيكون أفضل قليلا، سيبدو شيء كهذا، سيبدو مثل خط التماس عند إف الصفر وعند إكس تساوي صفر، لذا نحن قمنا بشيء أفضل. لكنه ما زال تقريب غير جيد، إنه نوع ممن يبقى له نفس الاتجاه العام، مثل الاقتران لدينا حول الصفر، لكن ربما يمكننا القيام به أفضل عن طريق التأكد من أن له نفس المشتقة الثانية ومحاولة أن يكون لديه نفس المشتقة الثانية. ما زال لديه نفس المشتقة الأولى ونفس القيمة عند الصفر. دعونا نحاول أن نقوم بشيء ممتع لنعرف بي الإكس لنجعله واضحا. هذه كانت أول محاولة لنا، وهذه هي المحاولة الثانية لنا هنا، والآن سوف أبدأ بمحاولتنا الثالثة. إذن في محاولتنا الثالثة، هدفي هو أن تكون القيمة لكثير الحدود لدينا نفس القيمة للاقتران عند الصفر، ولها نفس المشتقة عند الصفر، ولهما أيضا نفس المشتقة الثانية عند الصفر، لذا دعوني أعرف كثير الحدود لدينا ليساوي. إذن سوف أقوم بأول حدين هنا، سيكون إف الصفر زائد إف فتحة للصفر ضرب إكس. إذن بالضبط ماذا فعلنا هنا؟ لكن الآن دعوني أضيف حد آخر، سوف أضيف الحد الآخر بلون آخر، زائد سوف أكون 1 تقسيم 2 هنا، وأتمنى أن يكون مفيد أثناء قيامي بهذا.
زائد 1 تقسيم 2 ضرب المشتقة الثانية للاقتران F عند الصفر مضروب في X تربيع. وعندما نقوم بتقدير المشتقة لهذا، أعتقد أنكم سوف ترون لماذا هذا 1 تقسيم 2 هنا. دعونا نقوم بتقدير هذا ومشتقته عند الصفر. إذن إذا قدرنا P الصفر سوف يساوي ماذا؟ حسناً، لدينا هذا الحد الثابت. إذا قمنا بتقديره عند الصفر، هذا x وهذا x تربيع كلاهما سيكونان صفر. هذه الحدود سوف تذهب، لذا P الصفر ما زالت تساوي F الصفر. إذا أخذنا المشتقة لبي الإكس، لذا دعوني أقوم بأخذ المشتقة هنا، سوف أكتبها باللون الأصفر. إذن المشتقة لبي الإكس الجديد سوف تساوي، إذن هذا الحد سوف يذهب لأنه حد ثابت، سوف تساوي F فتحة للصفر، والمعامل لهذا زائد هذه القوة هنا 2 ضرب 1 تقسيم 2 تساوي 1 زائد F فتحتين للصفر ضرب X، نأخذ 2 ونضربها ب1 تقسيم 2 وننقص منها 2. والآن أعتقد أنكم فهمتم لماذا وضعت 1 تقسيم 2 هنا. نحن لم ننتهي بالمعاملين، الآن ما هي P فتحة للصفر؟ حسناً، هذا الحد هنا سوف يساوي صفر، لذا يتبقى لدينا هذه القيمة الثابتة هنا، لذا سوف تكون F فتحة للصفر. إذن الجيل الثالث من كثير الحدود له كل الخصائص لأول جيلين، ودعونا نرى كيف يبدو بمشتقته الثالثة. علي أن أقول أن المشتقة الثانية P فتحتين للإكس تساوي هذا الثابت، لذا مشتقته صفر. إذا نحن فقط نأخذ المعامل من هذا الحد الثاني، إنه يساوي F فتحتين للصفر. إذا ما هي المشتقة الثانية لبي عند الصفر؟ حسنا، إنها فقط عبارة عن هذه القيمة الثابتة F فتحتين للصفر. إذا لاحظوا، بإضافة هذا الحد ليس فقط قيمة كثير الحدود نفس الشيء، كقيمة الاقتران عند الصفر، أيضا مشتقته عند الصفر نفس الشيء كمشتقة الاقتران عند الصفر، ومشتقته الثانية عند الصفر نفس الشيء كمشتقة الاقتران عند الصفر. ويمكنكم التخمين أنه يوجد نمط هنا، كل حد نضيفه يسمح لنا بضبط الوضع، بحيث أن المشتقة N للتقريب لدينا عند الصفر تكون نفس الشيء كمشتقة الاقتران عند الصفر. إذن بشكل عام، إذا أردنا الاستمرار بفعل هذا، إذا أردنا الاستمرار بإضافة حدود لكثير الحدود، سوف أكتب هذا بلون مختلف. يمكننا القيام بتقريب كثير الحدود، بحيث أن الحد الأول سيكون فقط F الصفر، والحد التالي سيكون F فتحة للصفر ضرب X، والحد التالي سيكون F فتحتين للصفر ضرب 1 تقسيم 2 ضرب X تربيع.
ثم الحد التالي إذا أردنا أن نجد مشتقته الثالثة عند الصفر سيكون إف فتحة 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 للصفر المشتقة الثالثة للاقتران عند الصفر ضرب واحد تقسيم اثنين ضرب ثلاثة ضرب إكس تكعيب. ويمكننا الاستمرار، ربما سوف نبدأ برؤية النمط هنا زائد إذا أردنا أن نجد مشتقته الرابعة عند الصفر ستكون إف فتحة 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 للصفر المشتقة الرابعة للاقتران عند الصفر ضرب واحد تقسيم أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب إكس للقوة أربعة. ويمكنكم التحقق من هذا بأنفسكم. إذا كان لدينا هذا فقط، وإذا أردنا أخذ المشتقة الرابعة لهذا عند الصفر، ستكون نفس الشيء كالمشتقة الرابعة للاقتران عند الصفر. وبشكل عام يمكنكم الاستمرار بإضافة الحدود بحيث أن الحد إن يبدو هكذا: المشتقة إن للاقتران عند الصفر ضرب إكس للقوة إن تقسيم مضروب الإن. لاحظوا هذا نفس الشيء مثل مضروب الأربعة. مضروب الأربعة يساوي أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد. هذا هنا نفس الشيء مثل مضروب الثلاثة. مضروب الثلاثة يساوي ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد. وهذا هنا هو مضروب الاثنين وهي اثنين ضرب واحد. وهذا نفس الشيء بالنسبة لمضروب الواحد والذي يساوي واحد. ويمكننا أن نقسم هذا على مضروب الصفر والذي يساوي أيضا واحد. لكن هذه السلسلة العامة تسمى سلسلة ماكلورين. ماكلورين سيريز. ويمكنكم تقريب كثير الحدود وسوف نرى بعض النتائج الجيدة فيما بعد. لكن ماذا يحدث؟ أنا ليس لدي قوة حسابية في دماغي لرسم المنحنى بشكل صحيح. فقط عندما يكون الاقتران متساوي سوف نحصل على خط أفقي عندما نمثل الاقتران. وعندما نمثل الاقتران عند الصفر ومشتقته عند الصفر سيكون لدينا شيء يشبه خط التماس. عندما نقوم بإضافة درجة أخرى ربما يكون كثير الحدود تقريبا شيء كهذا، وعندما نقوم بإضافة درجة أخرى ربما سيبدو شيء كهذا. ومع الاستمرار بإضافة حدود أكثر وأكثر سوف يصبح أقرب وأقرب. حول إكس تساوي صفر، لكن في النظرية إذا قمنا بإضافة عدد لا نهائي من الحدود، أنا لم أبرهن هذا لكم، لهذا أنا قلت في النظرية، إنه في النظرية، لكن إذا قمنا بإضافة عدد لا نهائي من الحدود سيكون كل المشتقات ستكون نفس الشيء، ومن ثم الاقترانات ستكون تشبه بعضها البعض. في التسجيل القادم سوف أقوم بهذا مع بعض الاقترانات الفعلية فقط للحصول على فائدة أكثر. وفقط كما تعلمون أن سلسلة ماكلورين هي حالة خاصة من سلسلة تايلور.
إنها فقط متمركزة عند الصفر، وعندما نقوم بسلسلة تايلور يمكننا اختبار أي نقطة مركزية، لكن سوف نركز على سلسلة ماكلورين من الآن. فصاعدا إلى اللقاء.